مشاهدينا الكرام، أوفياء قناة شروق وأوفياء برنامج لايف المشاهير، برنامجكم الفني اللي يخدمكم 5 أيام في الأسبوع ويجيب لكم أخبار الفنانين والمشاهير وين ما كانوا. أكيد في خدمتكم هاد العشية أمين زعرير وإكرام كفيف. مساء الخير أمين. مساء الخير كامل مشاهدينا الكرام لكم تشاهدوا فينا من خلال قناة الشروق العامة. كما تعودتوا دائما نبدأ بأهم أخبارنا لنهار اليوم في هاد العناوين وبعد راجعين. بشرى عقبي، مراد صولي ورحيم بن عيشوبة في عمل فكاهي خاص برمضان 2024. حصري للايف المشاهير، وفاء أجيت ومحمد رغيس في أغنية دمار. بعد اتهام ريهام سعيد له بتشويه وجهها، طبيبة تجميل نادر صعب متهم أم بريء. وفي حلقة اليوم أيضا النجمة الجماهيرية نوميديا للزول ضيفة هواء برنامج لايف المشاهير. من هذا العناوين لأهم أخبارنا نهار اليوم نروحوا مع بعضنا لأخبار خفيفة ظريفة في كويك المشاهير. يلا مع بعض. نشرت الممثلة بشرى عقبي ستوري لها عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وكتبت فيها توكلنا على الله في صورة لها كانت تتحضر فيها بتصوير عمل جديد، ونشرت بعدها ستوري أخرى مع والدها اللي جاي يزورها في مكان التصوير، وكتبت أنه أول معجب لها من بدايتها سنة 2000. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الممثلة ناريمان قمري لوعكة صحية في الوقت اللي راهي منشغلة في تصوير مشاهدها بمسلسل حق ضايع اللي تبدل العنوان ديالو إلى الرهان. للتذكير كنا شفنا ناريمان في رمضان الماضي على قناة الشروق في دور سلاف في سلسلة البطحة. يلا مشاهدينا الكرام، دائما ومن خلال برنامج لايف المشاهير نحاولوا أن نتواصلوا مكامل الفنانين والممثلين وحتى شخصيات المعروفة اللي تحبوها وتتبعوها كسوة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى في الشاشة الصغيرة. نجمة تحبوها بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحبوا صوتها وتحبوا تمثيلها كذلك، راهي حاضرة معنا اليوم في اتصال على المباشر باش نتعرفوا على جديدها ونحكيوا معها أكثر في هاد التفاصيل. معنا طبعا النجمة الجماهيرية محبوبة الجماهير نوميديا للزول، يقولوا لها مساء الخير نوميديا. مساء النور لايف مشاهير. مساء الخير. واش راكي لاباس نوميديا؟ سلا تو لو موند بازيان، سا في بليزير دتر ا لونتين دو فو بارلي. كومون سافا؟ يعطيك الصحة، لو بليزير اي بور نو نوميديا. الوغ بداية طبعا نعرفوا نوميديا انك دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال خرجاتك، من خلال فيديوهاتك، تحاولي تروجي للعادات والتقاليد الجزائرية. كليب جديد وعمل جديد كنا شفناه عبر المواقع، يعني صور منه كنا شفناك باللباس التقليدي الجزائري إلى غير ذلك، فراح يكون يوم 9 فيفري إن شاء الله. لو تقولي لنا عنوان العمل هذا وكذا على واش يحكي. العمل هذا سي ان ايشانج بيني انا وبين لينا محيم. لينا محيم ايت اون ارتست ريكونو ان فرانس، ال في 1 مليون سور سبوتيفاي، يعني هي راح تغني نص الاغنيه تاعها في باريس وانا نص الاغنيه تاعي في الجزائر. وانا في الكوتي تاعي تاع الجزائر كنت حابه نمثل التراث تاعنا، نلبس فيها البلوزه الوهرانيه، فيها القفطان، فيها الكراك، وفيها القبايلي، فيها القشابيه، يعني سييت نلمح ونبين التراث تاعنا باش هذاك ليشونج يلحق له. وهي ثاني غنات وغنينا، وهذه الاغنيه واسمها جامي ينساك، ويعني درت فيها ان مارياج، يعني سي ان مارياج الجيريان اللي فيه كاع لي تو تاع التراديسيونيل لي كي ريبريزونت ان بو كاع لو غران ماغريب، و سافا اتر اون شانسون مانيفيك كي فا اتر ديفوزي لو 9 ان شاء الله سور سبوتيفاي يوتيوب اي توت لو بلاتفورم ميوزيكال. تحت عنوان ميديا، عنوان اغنيه فقط، تحت عنوان جامي ينساك. جامي ننساك طبعا، ها يا تخي بيان. ان شاء الله حنا حنكونوا في الموعد يوم 9 فيفري باش نسمعوا الاغنيه. ان شاء الله. لكن ميديا 9 فيفري او قريب بزاف يعني باش نسمعوا الاغنيه، تقدريش تمدي لنا مقطع يا لو كان صغير حصري البرنامج؟ ما نقدرش. وعلاش ميديا الناس كامله تسنى؟ على بالي بصح ما نقدرش، راهي شوفي راهي هنايا راهي فين ثاني حبيت، ولكن لا ما نقدرش، ما بقاش لو 9 فيفري اي فوز الي ادوري، يعني اغنيه شغل تحس فيها، تحس فيها الجزائر، تحس فيها احنا ميم سي سي اون فرونسي باسكو لينا ال شونت اون فرونسي، ولكن مديت لها
هذيك الروح الجزائريه اللي راح تحبوها راح تحبوها بزاف. انا تعرفوني جو سوي تري باتريوت جادور لالجيري. تما كيما نقدر كيما ندير غير نلقى اوكازيون الجزائر الجزائر الجزائريين جو سوي كوم سا. ان شاء الله ان شاء الله الميديا الاغنيه الجديده ان شاء الله راح تكوني تعاملتوا فيها مع ولا الكليب تعاملتوا فيه مع المخرج نونو اللي اخرج لك فيلم مان واللي حقق اكثر من 15 مليون مشاهده. نهنوك على هذه الحاجه. يعني احكي لنا شويه على اماكن التصوير. اسكو راح يكون كليب فيه نوع من الاستعراض؟ في شوف سينما من تعرفوني انا فنانه استعراضيه يعني الاستعراض فيها 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 لكن التورناج ندار في القصبه. داكو ندار في القصبه على لابيدالجي وهذيك هذيك هذيك لاصال الصغيره اللي فيها فيها شويه القبيلي الجزائري فيها فيها عروسه لابسه قسطان ديالنا سي سي تري بو. يعني انا اقشعر لها انا نحب التراث تاعنا. تما كي نشوف نعم عليك الله نوميديا اسكو راح تكون فيها الكليب يعني قصه مترابطه ولا دي تابلو اللي يعبروا على لوحات فنيه تعبر على بلادنا وتراثنا؟ قصه مترابطه فيها فيها لي دو فيها قصه اون استوار دامور وفيها ثاني شغل كوم دي تابلو. هي راح ديروا اون فرونس هي راح ديرها راح ديروا اون فاس اون فاس لا تور ايفيل وانا درتو في القصبه اون فاس لا بيدالجي درنا ان مارياج اونتر سا. فوالا تري بيان. يلا نوميديا قبل ما نروح لك للسؤال الثاني حبيت نعرف وشنو هو سر المحبة الكبيرة تاع الناس اللي دائما نشوفوها يعني حتى في الشوارع الناس اللي يخرجوا يديروا سونداج برا يقولوا شكون ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحبوها يقولوا نوميديا شكون الفنانة اللي يحبوها نوميديا وشنو هو السر يعني وشنو هي العلاقة ديالك مع الجمهور؟ هو إحساس كل شيء إحساس الحب والتعاطف والمودة والرحمة إحساس. يعني الجزائريين شفتوا الشعب تاعنا ماهوش شعب غبي ما هو الشعب يتبع برك يعني الشعب يعرف يميز ومن بعد لكن كي تولي في لي سونتيمون تولي في الاحساس يلفت حبك خلاص حبك. شكيت علاش؟ باسكو جزنا على ازمه ثاني واعره تاع الكوفيد جزنا على الحرائق وهذاك وهذاك الحاجه الصعيبه هذيك لمتنا يعني الشده هذيك لمتنا. دونك جو كو جو كواك سي بور سا. يعني انا كي نشوف روحي نشوف روحي الجزائر ونشوف روحي الشعب ونحبه ويحبني ونحبه. جوستومون نوميديا يعني محبه الناس خلات يعني حتى مواقع التواصل الاجتماعي ديالك ولا صفحتك الرسميه على الانستغرام تكون فيها نسبه متابعه كبيره يعني اكثر من 7 ملايين متابع ومشاهدات كبيره حتى في الكليبات وحتى في ستوريهاتك عبر الانستغرام ولا حتى عبر حتى في سبوتيفاي هي منصه موسيقيه لانترناسيونال ونقدر يكون عندي دي يعني جو سوي ابريسك 1 مليون اوسي شو 600 ميل وقدرت نكون واجهه اعلاميه لسبوتيفاي ارابيا وحطوا لي فوتو تاعي في نيويورك ولبست خيط الروح. نهنيوك نوميديا دائما شاطره شاطره بنت بلادنا كما نقولوا مشرفتنا في كل اماكن. تستغلي هذا الشيء يعني المتابعه ديالك الكبيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عفوا ومحبه الناس ليك يعني من خلالها تروجي للباس التقليدي الجزائري فما اهميه بالنسبه لك اهميه ترويج الفنان لهذا الشيء يعني التقاليد الجزائريه؟ لأما هي القصه هو التاريخ لازم تكون عندنا اون استوار كومام التراث والتقاليد واللبسه جد عن اب عن ام عن لازم تكون عندنا ما كاش بلدنا معمر بلدنا تاريخ فيه تاريخ فيه اون استوار اون بو با نيي اللي تاعنا ولا نيي نوتر استوار لازم نروجوا له باش ما يروحش باش حتى اولادنا يعرفوا منين جاو باسكو واحد ما يعرفش منين جا ما راحش يعرف وين يروح. شفنا كذلك انك لبستي القفطان الجزائري نوميديا يعني هذا رد نوعا ما على الناس اللي راهي تنسبوا ليها. انا شوفي انا نعرف عفسه القفطان الى ايتي كريي بار لي زوتومان العثمان او 1515 اتلمسان الى ايتي كريي او 1515 اتلمسان ومن بعد بدا يتغرب ومن بعد كل واحد حاب ينسبوا ليه اللي حاب ينسبوا ينسبوا. حنا القفطان الجزائري كان وراح يكون وراح يكون في الكليب تاعنا ان شاء الله. اذا نوميديا اللي يحبها الجمهور من اول ظهور ليها في الحان وشباب بعدها اعمال في الكوميديا باب الدشره طيموشه بوزي دايز وغيرها شفنا كذلك في بابور لوح وكما نقولوا بالك بدايه الظهور لك في الدراما هذا العام ان شاء الله راح نشوفوك ان شاء الله في عمل درامي ضخم اللي هو دموع لوليه ولا نقدر نقولوا عليه بطوله مطلقه ومسؤوليه كبيره راكي فيها نوميديا. راني في استوار كبيره ما نحكي لكم شنو عندي احكي لنا احنا جوستومون لازم تحكي لنا. لا سي لا بروميير فوا
وعمر بهلول انسي كو الحمد لله حيث صرا سميره تي في ايزون في كونفيونس مو يعني على بالهم واش نقدر نخرج ونجيب ايضا لي رياليزاتور و سي اون هيستوار تري ديفيرونت من ما باش نقدر نحكيها لكم شروق تي في سي اون هيستوار ديفيرونت كي بارل دو نوتر باسي كي بارل دو نوتر فيتور كي بارل دو لا فام يعني يوروا المراه كيفاش تعاني في كل حالات يعني المراه باسكو علاش كاين الناس اللي على بالهم كي يكونوا عندك دراهم ما يكونوش عندك لي سوفرونس اكزاكتو لا لا ما كاش منها كادرنا مراه عندها دراهم لكن مسكينه معمره بلي سوفرونس درنا مراه ما عندهاش دراهم معمره بلي سوفرونس يعني جبدنا شغل هكا صالح اجتماعيه وعشناهم وما نكذبش عليكم راني يعني نعيشها يعني هذاك لو رول ميم في ميم في الكوتيديان تاعي كلاني جئات لرمضان باش تشوفوا واش درنا ما نقدرش نقول اكثر من هذا الشيء ولكن سافا اتخ اكسبلوزيف تري ديفيرون لكن الميديا كان حاجه اسمحي لي اكرام انه احنا مصادرنا شفنا صور ليك يعني سون فيلتر سون ماكياج يعني تقدروا نفهموا ابي بري الشخصيه اللي راكي حتاديها حتى ماكياج ني ماكياج ني لي زونغ ني لي سيل يعني واش كنا حابين نلحقوا بهذا الشيء هو جمال الروح جمال الروح جمال ليستوار ما حبيناش نركزوا على على لا بوتي وكان تشالنج ليا ما نكذبش عليكم على بالك واعره باش ثاني باسكو تالما والفنا روحنا بليسيت وبعثوا لي كي تشوف روحك هكذاك ما تشوفش روحك شباب دونك سيتي ان تشالنج بور موا وقلت يلا لو بلوز امبورطون هو اني نحكي هاد ليستوار ونعيش الدور ونقدمه باحلى تقديم لكن جمهورك دائما يشوفك جميله الجميلات نوميديا لانه يحبك دائما نعاود الحمد لله نعود نولي بك لمواقع التواصل الاجتماعي نوميديا وشفنا في ستوري ليك مؤخرا انك قلتي للجمهور ديالك ولا حتى المتابعين الجدد ولا حتى القدم قلتي لهم انا نوميديا الزول ارتست الجيريان يعني مانيش مرت فلان وبنت فلان وخوت فلان فتعرفوني غير نوميديا الزول وماذا بيا تقعدوا تعرفوني غير نوميديا الزول فمن هذا الشيء نفهموا انك حياتك الخاصه راح تكون بعيده عن مواقع التواصل الاجتماعي لذا بغيت نسقسيك برك سامحيني نوميديا واش رايك يعني في الناس اللي طلع نسب المشاهده بالحياه الخاصه والعكس الناس اللي تحب تسمع الحياه الخاصه للشخصيات المعروفه والفنانين شوفي كل واحد وكيفاه دوكا لي ريزو سوسيو دوكا ساهل باه تجيب لي فيو الحاجه الواعره في الاسم لازم تكريي الاسم تاعك وثاني تعرف لو شومان اللي راك حاب تديه دوكا هما لي زوتر تاع لي ريزو سوسيو جايين شويه كيما لا تيلي رياليتي سي نورمال كي بينو صالحهم يوروا ولادهم اي تو انا تروف با سا تروف با سا با بيان او كونترير محتوى ولكن انا كفنانه لا في بريفي تاعي ما نحبش تدخل في لا في بروفيسيونيل تاعي ديجا شوفي انت عبد نورمال واحد يجي يدخل روحه في حياته ويقول له دير هكا دير هكا يتلف له الراي ايماجين انا اللي شحال من واحد يتبعني ونعطي له قصه حياتي ولا نعطي له حاجه بين يديه يبدا راي يتلف لي ما نقدرش انا بريفير حتى اللي نعيشهم حتى المؤسسات اللي نعيشهم ولا حتى الحاجه المليحه اللي نعيشها نقولها في لا ميوزيك نغنيها في موسيقى ما نجيش نحطها في لي ريزو سوسيو يعني انا فنانه حبيت نقعد فنانه مانيش حابه نخلط ومن وصل لي طوشو اللي جافي ما بخي انا نتبع الناس اللي جامنا تيلي رياليتي نحب نشوفهم بولادهم ايتو ايزون كريي اون تيلي رياليتي في الجزائر اي موا سي نوفو كونسيبت جادور سا ان شاء الله نوميديا حبيت برك اخر تعليق وين شفنا مؤخرا منتخب الجزائر الوطني يعني خرج من منافسه كاس امم افريقيا كنا كامل زعفانين الى غير ذلك وين شفنا فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كانوا يديروا نكت على الجزائر ويقولوا 1 2 3 ويكملوها بنكت سانطا كما نقولوا احنا بالعاميه فنوميديا كي نقول لك 1 2 3 فيزا الجزائر عندنا ماشي غير هذا عندنا زوج نجمات بيان سور زوج وان شاء الله نلقاو بالثالثه زير كبيره وتقعد في اللسان اكزاكت ما شاء الله نوميديا ميرسي بوكو اللي كنتي معنا في هذا الاتصال المباشر يعطيك الصحه ان شاء الله ولي في رابع اللواء وتهلاو في الواحد انا مطاليين فيه شكرا لك بون كوراج وبالتوفيق وانتو تخي بيف لالجيري لي كاع بيف لالجيري بسلامه يلا بالتوفيق ان شاء الله ربي يوفقك ويكمل لك ان شاء الله في اعمالك يلا كانت معنا نوميديا الزول حصريا لبرنامج برنامج لايف المشاهير كشفت لنا انا القصه تاع الكليب حتى الدور ديالها ابي بخي واش راح يكون في العمل الدرامي اللي راح نشوفوه في شهر رمضان لسنه 2024 ميديا الزول مدت لنا سكوبات اليوم يعني مدت لنا سكوبات كانت كريمه معنا اليوم يلا مشاهدينا نروحوا لاولى تصريحاتنا لناها اليوم طبعا وحسن كشاش اللي كانت لقى به زميلنا محمد موفق على هامش حفل السلام اللي كان مدار دعما للقضيه الفلسطينيه في اوبرا الجزائر وين طبعا سقساه على أهم حاجة شفناها في سنة 2023 اللي هي قانون الفن.
أنا الفنان اللي كامل الفنانين كانت عندهم تعليقات حول هذا الموضوع، وأكيد التصريح الأول مع الفنان حسن كشاش. حسن كشاش اللي حسن شفنا في أواخر 2023 صدور القانون الأساسي للفنان، اليوم أنت كفنان جزائري أكيد كيفاش تقبلتوا هذا القانون؟ حقيقة يعني سعدت بصدور القانون اللي تم يعني انتظرناه طويلا لنصل أخيرا إلى قانون أساسي للفنان، يسعدنا اللي يدمج المهنة في النسيج الأوسع، النسيج الاقتصادي الاجتماعي اللي موجود، يعطي يحدد واجبات وحقوق الفنان، يحدد المهن الفنية، يعطي صلاحيات، يفتح إطارات أيضا للنشاط، يفتح باب لمشاركة أيضا الفنان في السياسات الثقافية على المستويات المحلية أو حتى أوسع. أعتقد أنه قاعدة إحنا ما زال ننتظر فيه تفاصيل جزئيات تنفيذية، أكيد راح تضيف كثير من المعلومات لأنه هذا هيكل واسع ومن خلاله سيتم التفاصيل. أعتقد هذا مكسب كبير لنا وسعداء، وإن شاء الله كلنا متفائلين 2024 يعني تكون انطلاقة جديدة إن شاء الله يا ربي. بنهاية 2023 شفنا صدور القانون الأساسي للفنان، نقدروا نقولوا مبروك. كنت كونتر ولا بور؟ واش عجبك واش ما عجبك؟ شوف، كل حاجة تخدم الفنان مرحبا بها، اما بور ولا كونتر تو سو ديسكوت، يعني كل حاجات فيها نقاش من بعد، بصح المهم نتقدموا. لازم نتعلموا ماشي غير تخرج حاجه تمتم نقولوا ماشي مليحه، لازم نتعلموا كي تجي الحاجه نناقشوها، لانه هكذا اللي نحن افونسيو. ما نقدروش نقولوا حاجه ماشي مليحه ولازم هذه، تو دوا كومونسي باغ ان ديبي. إذن كان هذا تصريح الفنان حسن كشاش وكذلك الفنان عبد الوهاب جازولي، وخاصة حول نقطة مهمة وهي قانون الفنان، حاجة اللي تهم كامل الفنانين الجزائريين. شوفوا أنه قانون الفنان أمين يعني عمل ضجة في سنة 2023 حتى بداية سنة 2024، حاجة جديدة للفنان اللي يقدر من خلالها، يعني كما نعرفوا أنه الفنان من قبل ما كانش عنده روتريت لاسيورونس اي تو سا، فيقدر يستفاد من هذا الشيء اليوم وفي هذا العام يعني سنة 2024، حاجة مليحة لهم، حاجة اللي استقبلوها كما نقولوا بكل فرح وسرور. خاصة زميلتي إكرام والمشاهدين أنه هذا القانون حدد المهن الفنية باش ما يكونوش دخلاء على الفن. يلا مشاهدينا الكرام، يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها، فنستمع لصوت الحق والمغفرة والتواب. الكل نسلم صايمين طبعا كالعادة، تنين والخميس إن شاء الله في ميزان حسناتكم، تصوموا في الجنة إن شاء الله. يلا موضوع آخر مشاهدينا الكرام، كنقولوا رويشد وأحمد عياد اللي ولد سنة 1921، أمس كانت ذكرى وفاته اللي هي 28 جانفي 1999. أنا رويشد اللي اشتهر بحسنية، حسن طيرو، حسن تاكسي. نروحوا مع بعضنا نذكروا أهم محطات من حياته في فلاش باك مع زميلتنا هلا عيساني. المصرية ريهام سعيد مؤخرا فيديوهات ليها تكشف من خلالها تشوه في الوجه ديالها، وهذا بعد عملية أجرتها عند جراح لبناني. والصور اللي كانت نشرتها الإعلامية ريهام سعيد كانت حقيقة صادمة، وإن ظهر تغير كبير على ملامحها. هذا ونفات أنها أجرت عدة عمليات تجميل، مؤكدة أنها قامت بعملية واحدة من 10 سنوات. وكانت ردود أفعال دائمة متواصلة خاصة من الدكتور نادر صعب اللي المكتب الإعلامي للعيادة ديالو كان نشر بيان إعلامي قال فيه: في أعقاب ما تم نشره مؤخرا في إحدى القنوات التلفزيونية وتابعها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمنت من أخبار كاذبة ومضللة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي وأخطاء طبية، ولذلك اقتضى التنويه بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد ضد الإعلامية وكل القنوات اللي تكلمت فيها. كذلك كنا شفنا أنه كانت كاينة صورة للدكتور أو في الصفحة الرسمية اللي حط فيها الدكتور العمل ديالو وعلى الزبونات ديالو، كنا شفنا أنه حط قبل يعني امرأة أخرى وبعدها حط ريهام سعيد وكتب بعد، وهنا كان فيه خلل لأنه قاعدة تقول له حتى الصور الحقيقية ما تقدرش تحطهم في صفحتك، وهنا بدأوا الناس كذلك يشكوا في هذا الدكتور. خاصة أنه كانت تقول في اللايفات اللي خرجت فيها كانت تقول أنه فقدت ملامحي، والملامح هي هوية
الانسان، هذه الحاجه اللي خلاتها ممكن تحت الصدمه، وكانت تتكلم زميلتي اكرام تحت الصدمه. يلا امين، نروحوا على فاصل قصير ونعاودوا نولوا للبرنامج.